السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف الحال؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت عندي استفسار حضرتك. دلوقتي للأسف أغلب أئمة المساجد بيبقى عندهم يعني القراءة الفاتحة تمام كلها، إلا في يعني في خطأ يعني بيبقى في يعني أنت موسوس هتغلس تقول لم تهمسي في السين ولم تصفري في الصاد، لم تغري الصاد لا صفير. الله يسلمك، ما توسوس وتفسد على الناس صلاتهم. أغلب الأئمة الحمد لله صلاتهم طيبة من فضل الله. يعني الإخلال في شدة الضاد لا تبطل، لا تبطل الصلاة. الله يحفظك، ارحم نفسك وارحم المسلمين. شكرا.